واما ان تكون ثالثة لشباب الاردن، واما ان تكون حمراء للمرة الثانية. هنا متابعة لمصلحة مسدع مريع الخطير، متابعة، محاولة، خطر، ولكن حكم اللقاء ضرب الجزاء، ضرب الجزاء لمصلحة الجزيرة. استغل الكرة وانطلق كيفما يشاء، ولاحظ منذ البداية صراع مفتوح ما بين الجزيرة والفيصلي، صراع مفتوح ما بين كلا الفريقين. هناك انطلاق مسدع مريع وعمار الجنيبي، عمار الجنيبي صاحب الكلمة، صافرة الإماراتية، وهنا بطاقة، بطاقة أهلي حمراء، إذا بطاقة حمراء تكتمل القصة. تحرك بثبات، نظرة الكبار، تقدم إلى الأمام، الجزيرة عودة للأربعة وثمانين، مسدع مريع وهدف أول على ذكريات عمر كيالي، وانتصار الجزيرة بالأربعة وثمانين. يتقدم هنا الجزيرة عن طريق لاعبه مسدع مريع، هدف للجزيرة لا شيء للفيصلي. وشاب الليلي هنا يثور وينهض ويشحن من الهمم بعقل مدبر، هدف للجزيرة لا شيء للفيصلي. الآن سوف تطبق قاعدة الفريق الذي لا يعرف الاستسلام، الفريق الذي لا يعرف راية بيضاء يرفعها وإن كانت النهاية. منذ البداية سوف يثابر ويقاتل، والجزيرة بالمقابل سوف يزيد ويبحث عن الزيادة للغلة. هدف للجزيرة لا شيء للفيصلي، وكان بمقربة معتز ياسين، ولكن مسدع مريع بخبرته بذكاء واستلام، عودة للفيصلي. هنا المتابعة لدينا من وسط الملعب، ولكن ابعاد مع حماية وتأكيد للخط الدفاعي بالنسبة للفيصلي، وهناك الهدمة المرتدة. نشاهد مسدع مريع انطلاقة، ولكن تغطية للاعب الفيصلي ياسر الرواجدة، تلعب وهنا حرس المرمى، والهدف الثاني للجزيرة، الهدف الثاني. الجزيرة يكشر عن الأنياب منذ البداية، منذ البداية الأولى، وانطلاقة وهدفين للجزيرة. وهذه المرة محمد طنوس، كيف يبدأ الفيصلي، كيف ينطلق الجزيرة بمباراة مثيرة، مباراة بعيدة عن التوقعات. يظهر الأحمر بشكل مخالف ومغاير، هدفين للجزيرة لا شيء للفيصلي. ومتابعة منذ اللحظات الأولى، ومباراة لا تعرف الرحمة، لا تعرف الرحمة نهائيا ما بين الفيصلي والجزيرة. لاحظ الخطأ الدفاعي، الخطأ الدفاعي، البحث الظاهر في الكرة الأخيرة، وعدم التغطية. طنوس هناك ينتظر تلك الفريسة، ينتظر تلك الكرة من أجل أن يسجل. بالفعل هدفين للجزيرة لا شيء للفيصلي. إذا نصف الطريق، نصف الطريق وعلى أرض المنافس، كون هذه المباراة تعتبر على أرض الفيصلي.